النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلنت شركة اس تي سي البحرين عن استضافتها للنسخة الثانية من الحلقة النقاشية تيك توك، التي تناولت موضوع تقنيات الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيرها على الأعمال التجارية. وشمل الحضور نخبة من الخبراء والمختصين في قطاعات مختلفة، والذين تباحثوا حول رؤى ومستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدموا أهم التوصيات والحلول العملية المقترحة لرواد وأصحاب الأعمال حول طرق استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير مؤسساتهم وتوسعة أعمالهم التجارية. كما تم التطرق إلى المخاطر المحتملة للشركات التي تسعى لاعتماد الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيات أعمالها. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع، يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف المهندس نزار بانبيلة، الرئيس التنفيذي لشركة اس تي سي البحرين. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. وبداية أستاذ، لو تحدثنا حول أهمية تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية التي تجمع خبراء الصناعة ورواد الأعمال تحت سقف واحد بهدف تبادل الأفكار والخبرات. أولا السلام عليكم، وأشكركم بشكل كبير على إتاحة الفرصة لنا. وأعتقد دائما تلفزيون البحرين سباق بشكل كبير لاستضافة كل المواضيع الهامة التي تهتم بها مملكة البحرين. الحمد لله شركة اس سي سي استضافت النسخة الثانية من الورشة النقاشية اس سي سي تيك توك. أهمية هذه النقاشات هي أمانة تتداول المواضيع ومدى تأثيرها وأهميتها على الأعمال التجارية، وكذلك يكون فيها تباحث من خلال المشاركين عن الرؤى والمستقبل لهذه المواضيع. والعمل على وضع توصيات وحلول عملية مقترحة، سواء كان لرواد الأعمال أو حتى للأشخاص كأفراد، بتضمن طرق استخدامها بشكل كبير وتوسيعها على مؤسسات وأعمال تجارية بشكل كبير جدا. نعم أستاذ نزار، ما هي المواضيع التي تمت مناقشتها خلال هذه الحلقات النقاشية، وما هي أبرز مخرجاتها؟ الآن الحمد لله كان النقاش في الحلقة النقاشية الثانية للـ سي سي هي عن الذكاء الاصطناعي ومدى تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التجارية، والمحاولة بالوصول إلى توصيات وحلول عملية مقترحة لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال بشكل كبير. نعم. الحمد لله لو رأينا ما تم الوصول له في هذه الحلقة، أولاً هو كيفية إدراج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن رؤية الشركات. ثانيا تحديد الأقسام المناسبة لبدء تجريب حلول الذكاء الاصطناعي. ثالثا تم مناقشة كيفية وضع خطط استراتيجية فعالة للذكاء الاصطناعي، طبعا تتيح لجميع الشركات بأنواعها اعتمادية تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أعمالها بشكل تدريجي. ورابعا طبعا أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدام البيانات بشكل آمن وعادل وقانوني. فكلما كان هنالك حلقات نقاشية تثرى من المشاركين فيها، سواء كان الأخوان المشاركين في المنصة أو الحضور بوضع الأسئلة التي نعتمد بشكل كبير على إجابتها لتحسين هذه المواضيع، كل ما كان في إثراء لها وكل ما كان في دعم لها وكل ما كان حتى في رؤى، حتى وإن كان على المخاطر المناطة بهذه الأعمال. ولذلك هذه المناقشات وهذه الجلسات النقاشية تثري هذه الأعمال بشكل كبير جدا. بالتأكيد المهندس نزار بانبيلة، الرئيس التنفيذي لشركة اس تي سي البحرين، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع دائرة الأسواق المالية الخليجية. وللحديث حول الأصول المشفرة، يسرنا أن تنضم معنا عبر الهاتف من مدينة عمان الأستاذة رانيا جول، محلل أسواق في الشرق الأوسط في XS.com. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. بداية، هل تتوقعون ارتفاع أسواق الأصول المشفرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟ في البداية أشكركم على الاستضافة في قناتكم الموقرة.
بالنسبة لأسواق العملات الرقمية المشفرة، فهناك نقطتين يجب الحديث بهما قبل أن نحكم إذا كان سيستمر بالارتفاع أم لا. ففي الوقت الحالي نرى تحرك عرضي في الأسواق الرقمية، أي أقصد أن حركة الأسعار تسير في حركة جانبية واضحة جدا في مستويات 37,000، كما أن هناك غياب واضح للمحفزات الرئيسية يمكن أن تتسبب في هبوط الأسعار للبيتكوين، والتي تعتبر قائد لهذه الأسواق أو أسواق العملات الرقمية في تصحيح هابط قد يصل إلى العمق في 29,000 أو 25,000. لذا فإن استمرار الارتفاع سيكون غالبا بعد حركة التصحيح الهابط التي أشرنا إلى أسبابها سابقا، وبدافع من الأحداث، خاصة أحداث صناديق أو الموافقة على صناديق تداول البيتكوين الفورية من قبل لجنة البورصات الأمريكية، أو حدث التنصيف المنتظر خلال بداية عام 2024، ومن هنا سيكون الارتفاع. أقصد أن بعد الهبوط التصحيحي إلى مستويات 25,000 و 26,000 قد يكون هناك تصحيح، قد يكون هناك ارتفاع بعد انتهاء الحركة التصحيحية. أستاذة رانيا، ما هو تأثير تسوية شركة بايننس مع السلطات الأمريكية على ثقة المستثمرين؟ شركة بايننس لم تؤثر كثيرا على ثقة المستثمرين لسبب واحد. أعتقد أنه ليس انهيار في الشركة كما حدث قبل ذلك في شركات أخرى، ولكن هو عبارة عن ضائقة ونسميها ضائقة للشركة، وعزل لبعض المسؤولين في إدارة الشركة، ولكن قوة الشركة لازالت مسيطرة وعلى أسواق العملات الرقمية، وأعتقد أن التأثير سيكون وقتي في المدى المتوسط والبعيد على الأسواق الرقمية وحركة أسعار البيتكوين وثقة المستهلك في العملات الرقمية. ولكن المستثمرين في هذا السوق يتأثرون بمعايير أكبر أو بمعايير الأخبار والانهيارات والإفلاسات أكثر من معايير المشاكل القضائية أو القضايا المرفوعة على بعض المنصات لتداول العملات الرقمية في العالم. بالتأكيد الأستاذ رانيا غول، محلل أسواق في الشرق الأوسط في xs.com، كنت معنا من مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.